السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة كود اجنايتر 4. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش درنا بان اليوزر الا كان مكونكتي فما يدخلش للروجيستر واللوجين. دابا قلنا غنشوفو الا ما كانش مكونكتي ما يمكنلوش يزيد شي ارتيكل. فكما درنا في الجزء السابق قلنا غادي نشوفو الفلترز. فالا جيتي لهنا درنا فلترز، فالا قلبنا الفلترز فغادي نلقاو بلاتي هنايا كونترولر فلترز. فكاين الفلتر هو واحد الكلاس بحال الميدلوير، الا سبق لك خدمتي في لارافل كتخدم بالميدلوير باش كتزيد واحد الكود اللي كيخلي ان داك قبل ما يدخل ليوتيليزيتور مثلا واحد الكونترولر كيتيكزيكيتا داك الكود كيتيستي الا كان عنده الحق يدخل، راه كيدخل ما كانش عنده الحق ما كي ما عندوش لاكسي لذاك الكونترولر. فمثلا هنا في لارافل كنا كنجيو كنديرو هنايا ديس ميدلوير، كتعطي السميه ديال الميدلوير في الكونستركتور. فنفس الشيء بالنسبه للفلترز، فغير هنا كاين جوج لي فونكسيون، كاين بيفور وافتر. كاين بيفور هي قبل ما يكون عنده لاكسي هو لذاك الكونترولر كتيكزيكيوتا واحد الفونكسيون، كاين عاوتاني افتر هي من بعد تي. فغادي نزيدو واحد الفلتر وغادي نيكزيكوتيو هاد الكود هذا اللي كاين عندنا داخل هاد كرييت فلتر. نجيو نهزو هاد الكود هذا هنا نكوبيوه. فغادي نزيدو واحد الفيشي داخل كاين هنا واحد الدوسي سميتو فلترز. فين هو هذا؟ نزيدو واحد الدوسي نسميوه لوجين فلتر، وداخل منه غادي نزيدو لا كلاس ديالنا وغنسميوها لوجين فلتر. كما قلت لك كاين جوج ديال لي ميثود. كاين الميثود بيفور، كاين الميثود افتر. هادي بيفور دوس كدير الكود قبل ما يمشي مثلا، قبل ما نشارجي هاد لاباج اللي هي ديال الكرييت فكيت اكزيكيوت داك الفلتر. كاين اللي من بعد يعني حتى كتشارجا عاد كيتيكزيكوتا الفلتر. فاحنا خصنا نتيستاوه واش مكونيكتي قبل ما يدخل هو لاباج، ماشي حتى يدخل تي. داكشي علاش غادي نديرو الكود في بيفور. الكود اللي غادي نديرو هو نفس الكود اللي درناه هنايا لتحت. فين هي داك اللوجين؟ اللوجين كونترولر. فهو نفس الكود اللي درنا هنايا، هو هنا بلاصت هاد ريتورن ترو غادي نديرو ريدايركشن. فغادي نجي لهنا اللوجين هنايا داخل هاد لي وغادي نديرو الكود اف سيسيون هاز لوجد ولا اف سيسيون دازنت هاف لوجد، يعني الا ما كانتش كونيكتي، حيت حنا غادي نتستاو على انه ما مكونيكتاش. غنديرو ريتورن ريدايركت تو لوجين، يعني خصو يمشي يتكونيكتا بعدا الا بغا يزيدنا ارتيكل جديد تي. دابا حنا عندنا هنايا هاد الفلتر هذا في بيفور كيف قلنا. دابا خصني لابليكاسيون ديالي، بروجي ديالي يعرف بانني راني انا خدام بهاد الفلتر هذا، بان الفلتر هذا راني خدام به، يعني باش يعرف باش يخدم به. كيفاش غادي يعرف باش يخدم به؟ فغادي نمشيو لهنا للكونفيغ وغادي نمشيو للفلترز هنايا، وهنا كاين كتزيد لي فلتر ديالك. فالفلتر اللي كاين هنا هما في الالياس بحال لارافل. الا سبق لك كيما قلت لك خدمتي بالميدلوير، الميدلوير كتمشي للكيرنل بوان بي اتش بي، وفي الالياس في الميدلوير كتزيدها، والا زدتي شي باكيج كتمشي للاب بوان بي اتش بي. في الالياس كتزيد لا كلاس، وفي البروفايدرز كتزيد لا كلاس نفس الشيء. هنايا غادي نزيدو هنا عندنا ديجا السي اس ار اف تول بار وهاد الهاني بوتس. هنا غادي نزيدو نسميوه لوجين، هاد الفلتر سميناه لوجين، وهنا غادي نعطيوه فلتر كلاس تي. دابا وما تنساش دير له الامبورت، حيت راه ديجا دير له الامبورت هنا الفوق، دير يوز اب فلترز لوجين فلتر باش تخدم به، ضروري ما دير له الامبورت. دابا لابليكاسيون ديالنا هي عارفه بان حنا راه عندنا واحد الفلتر سميتو لوجين، وبقالنا غير نزيدو له هاد اللوجين فين غايت اكزيكيوتا هاد الفلتر. وفين غايت اكزيكيوتا كاين هاد الاراي هادي اللي سميتها فلترز. فالا جيتي لهنا للدوكيمونطاسيون تحت
كاين ميثودز هنا داخل هاد الفلتر هادي، كتعطي السميه ديال الفلتر مثلا لوجين، وكتقول فين غايت اكزيكوتا والروت، الروت اللي غايت اكزيكوتا فيها. غنكوبيو هاد لابارتي هادي وغنجيبوها ونحطوها هنايا، غنقولو بان الفلتر اللي هو لوجين اللي هو هذا هو فين اللي درنا هنايا، غادي نكزيكوتيو سيدي بي فور قبل ما يكون ليتيزاتور عندو لاكسي، فغادي نحيدو هاد افتر ما عندنا ما نديرو بها، ما يكون عندو لاكسي البوست بوست سلاش كرييت، يعني الا بغا يزيد شي بوست فخصو يكون ديجا كونيكتي. فإلا جينا دابا درنا هنايا اكتواليزي في كرييت، فغادي يديني اللوجين كيف كتشوف، شي فلتر هو تزاد، يعني خصك حتى تكونيكتا عاد تزيد الا بغيتي تزيد الاخر الارتيكل. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا اللي شفنا فيه، قلنا الفلترز فنديروا واحد الاعاده فيها افاده. الا مشينا قلنا كنزيدوا اول حاجه الفلتر ديالنا هنايا في الدوسي فلترز اللي هو عباره على كلاس، وهاد الكلاس هادي فيها جوج د الميثود، كاين بيفور اللي كتاكزيكيوتا قبل ما تدخل انت الكونترولر اللي غادي تطبق فيه الفلتر، وكاين اللي كتاكزيكيوتا من بعد. قلنا حنايا خصنا نتيستو على اليوزر واش كونيكتي قبل ما ندخلو حنا لاباج ديال باش قبل ما تافيشا لاباج اللي فيها الفورم ديال لاجو. فهاد الشيء علاش كنطبقو الفونكسيون في بيفور، فهمتي؟ ولكن باش لابليكاسيون ديالي تعرف بان هاد الفلتر راه كاين ضروري ما خصني نزيدو هنايا داخل الكونفيغ في الفيشي اللي هو فلترز. فين كنزيدوه؟ كنزيدوه هنايا في الالياس، كنعطي السميه ديالو، كنسميتو انا لوجين ولا سميه اوتو ولا سميه اللي بغيتي، المهم غير السميه ديال لاكلاس اللي تكون هي نفسها اللي زدتي هنايا. اما هنايا دير اي حاجه بغيتي، سميه لوجين اوت كونيكسيون اللي بغيتي. كنعطي السميه ديال لاكلاس، وما تنساش دير لها الامبورت هنايا الفوق. ومني كنزيدو الفلتر كنجيو لهنا الفلترز اللي هاد العرايه هادي، وكنحطو السميه ديالو. قلت لك الا كان لوجين راه كدير لوجين، كان اوت دير اوت، كان كونيكسيون دير كونيكسيون، اي حاجه سميتها هنا ديرها. كنقول بيفور لانني قبل ما يدخل هنايا راه دايرين هنايا واحد ليكزومبل از لوجد ان، وهنا بيفور هنا قلنا قبل ما يمشي لنا البوست كرييت، يعني الا بغى يزيد شي بوست فخصو نورمالمون يكون مكونيكتي. فاش كنطبقوه كنجيو كنأكتواليزيو الا بغينا ندخلو لاجو كيدينا اللوجين. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا. عطشت، فعجبك هذا الشيء جيم بارطاجيت ابونا في لاشين، وشكرا لاي واحد كيدير جيم كيكومونتي كيشجعنا باش نستمروا، حيت راه هذا التشجيع هو اللي كيستمر. الربح ما كاين ربح والله العظيم، زعما شحال من واحد كيحسب له دابا راه كيقول زعما حسب لك كيحسب له راه كنديروا الفيديوز راه والله العظيم ما كاين شي حاجه، الا كتدخل شي حتى 500 شتي حتى 400 درهم في الشهر ما كايناش، والله ما كاينه بالله. انه راك عارف القنوات اللي كيدخلوا ما ديال، راك عارف اللي على بالك، هو كيحط واحد الفيديو كيشوفو 500000 في النهار ضروري، ما هنايا 500000 ما كيشوفوهاش حتى في عام، عام ما كتجيبش 500000 والله ما كنجيبوها بالله في عام. او ما عندك ما دير، المهم حنا مكملين وصافي هكذا حتى يحن مولانا. هنا غير الحب ديالنا لهذا الميدان وصافي، ما هو راه ما كاين حتى شي حاجه. وانا ما كرهتش زعما، ماشي قلت لك انا زعما هذا الشيء زعما راني لا احب الربح، انا والله ما كرهت تدخل حتى 3000 درهم ونجي نرد هذه هي الخدمه ديالي انا كاع، نبقى ندير ربع هاد البروجيات في الشهر، ولكني ما كاينش حاليا، ما كاين والو، ربما مستقبلا تكون شي حاجه. فهذا ما كان جيم بارطاجيت ابونا في لاشين، ونشوفو في الجزء القادم.